إذا كان الدين ضرورة فالحسين ضرورة. الزمان لم يتغير من حيث الكرة الأرضية، ما زاد فيها شيء ولا نقص، والشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، والنجوم هي النجوم، وحاجات الإنسان هي نفسها. لا طبيعة الإنسان تغيرت في هذا الزمان عما كانت عليه، ولا طبيعة الحياة. يولد الناس من أمهات ثم يموتون ثم يقبرون كعادة من سبق من البشر. الحديث حول أنه في هذا الزمان الحسين ضرورة أو لا. إذا كان الحسين ضرورة في زمانه فهو الآن أكثر ضرورة، والسبب في ذلك أن الله عز وجل من سنته الكريمة أنه لا يرسل أفكار مجردة إلى الناس ولا تعاليم لم تطبق على أرض الواقع. أساسا هو ربنا سنته قائمة على أن يقوم بعمل ثم يطلب منا أن نقوم بنفس العمل. ومن هنا جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الله. الله كريم ويطلب منا أن نكون كرماء. مثلا ربنا يرسل الأنبياء وينزل الكتب ثم يجسد هذه الرسالات في أشخاص. ولكم في رسول الله أسوة. هذا النبي مش وراه، في عهده كان النبي يقوم بأعمال ويطالب الناس بأن يقوموا مثلها. صلوا كما رأيتموني أصلي ثم يقف ويصلي، حجوا كما رأيتموني أحج، ثم يذهب على ناقته ويطوف حول البيت حتى يراه الناس ويتعلموا منه الطواف والسعي وما شابه ذلك. الحسين ضرورة فيما يرتبط بديننا وحياتنا، باعتبار أن الإنسان الذي يريد أن يسافر إلى مكان ما فأول شيء يحتاج إلى أن يحدد الهدف، ولا يمشي بدون تحديد هدف وين يوصل، يضيع في الصحراء. الإمام الحسين بوصلتنا، اللي إذا ضيعنا الحسين ضيعنا البوصلة، ضيعنا الطريق. حتى الدين حينئذ قد يكون مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتي في ديني.